بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير خارجية قطر يكشف أسباب اعتقال وزير المالية. متابعين لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. تفاصيل جديدة حول القبض على وزير مالية قطر علي الشريف العمادي والتحقيق معه كشفها وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ونقلت قناة الجزيرة عن وزير الخارجية القطري أن التحقيق مع وزير المالية القطري له علاقة بالوظيفة العامة ولا علاقة له بالشركات التي يديرها. وقال محمد بن عبد الرحمن أنه لا أحد فوق القانون في قطر، وكشف أن التحقيق مع وزير المالية ما زال قائما. جاء هذا خلال أخبار عاجلة بثتها الجزيرة من مقابلة أجرتها مع وزير خارجية قطر، قالت إنها ستبثها في وقت لاحق. وقالت وكالة الأنباء القطرية الخميس إن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية علي الشريف العمادي وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة. وأضاف أن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المسارة بالأوراق المقدمة. ومساء اليوم نفسه أصدر الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني أمير قطر أمرا بإعفاء العمادي من منصبه، وأن يعهد إلى علي ابن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير المالية. أمير قطر يعفي وزير المالية من منصبه. وأثار أمر التوقيف المفاجئ بحق وزير مالية قطر علي شريف العمادي كثيرا من التساؤلات، خاصة أن وسائل الإعلام المحلية احتفت به مؤخرا. وزاد من الغموض أن الوزير الملاحق ظل يحتفظ بمنصبه كوزير للمالية منذ 8 سنوات، وهو ما يعني أن هناك ثقة في أدائه ونزاهته. كما أن الوزير صدر أمر اعتقاله في وقت ما زال يمارس فيه مهام منصبه قبل أن يتم إعفاءه لاحقا، ولم يسبق أمر القبض عليه إيقاف عن العمل أو إقالة أو إحالته للتحقيق مثلما تجري الأمور في ملفات مشابهة بملفات الشبهات المالية.